أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية. الخمول في الغدة الدرقية والمسبب الرئيسي في زيادة الوزن أو اللي بيزود طبعا السمنة وبيؤدي إلى السمنة المفرطة. عايزين النهاردة نتكلم مع حضراتكم عن العلاقة القوية اللي بتربط ما بين كسل الغدة الدرقية وزيادة الوزن. عارفين لما بيبقى فيه طبعا خمول في الغدة الدرقية بيزود الوزن، أو العكس لما بيبقى فيه نشاط في الغدة الدرقية بيؤدي إلى النحافة. هنعرف النهاردة تفاصيل أكتر مع حضراتكم مع ضيفتي اللي نوراني النهاردة في طبيب البلد دكتور هبة حسام أخصائي التغذية العلاجية. أهلا بك يا دكتور. ازيك عاملة ايه؟ منورانا. ستيب نورك. قبل دايما ما بنروح لدكتور تغذية أول حاجة بيقول لنا عليها اعمل لي تحاليل غدة درقية TSH T3 T4 دي التحاليل الخاصة بالغدة الدرقية عشان نعرف عندنا كسل ولا لا، وده بداية مشوار التخسيس أو السمنة. نعرف بقى النهاردة إيه العلاقة، يعني إيه غدة درقية وليه الغدة الدرقية دي بتؤدي إلى السمنة. أول حاجة في ناس كتير ما بتبقاش عارفة أنها عندها غدة درقية. الغدة الدرقية بعرفها إمتى؟ لما بلاقي نظام حياتي زي ما هو بس أنا عمالة أتخن. يعني أنا أكلي متغيرش، نظام حياتي متغيرش، يومي متغيرش، بس أنا بتخن. ساعتها أول حاجة بيقولها الدكتور روح اعمل تحليل الغدة الدرقية. طب ليه؟ لأن T3 والT4 وTSH هو موجود في كل خلية من خلايا الجسم وهو اللي بيسبب أو بيزود معدل الحرق. يعني هو المسؤول عن نشاط الخلية اللي موجودة في جسمنا. أول ما بيحصل كسل أو خمول أو مرض في الغدة الدرقية كل الحاجات دي بتقف، كل الخلايا بتقف عن شغلها، كل معدل الحرق فيش. هي مقتل معدل الحرق، هو ده اللفظ اللي بيتقال عليها. اول ما بيبقى عنده غده درقيه خلاص هو المريض ده ما بيحرقش. في اي اعراض ظاهريه ممكن تظهر على الشخص نقول هو عنده كسل في الغده الدرقيه؟ طبعا الزياده المفاجئه في الوزن، تساقط الشعر، بهتان البشره، ملمس الجلد بيبقى فيه نسبه خشونه، احساس دايما بالبروده، دايما في احساس اجهاد وتعب، انا مش قادر اتحرك من مكاني مع ان انا اجازه ما عملتش اي حاجه. دي كلها اعراض تخليني دايما اروح لا انا مريض غده درقيه. كويس جدا. طبعا مما لا شك فيه هنروح لدكتور غدد عشان نبتدي نعالج عشان نقدر نخس. طيب عدينا المرحله دي، مهم بقى نعرف ازاي نقدر نخس واحنا بنتعالج، يعني ما نوقفش. حلو. احنا علاج الغده الدرقيه هيظبط الغده وهيخليها، يعني لو فيها نسبه كسل صغيره هيخلي نسبه الكسل ما يزيدش، او لو مثلا الغده ده نتيجه الهاشيموتو اللي هو المرض المناعي الدكتور بيدينا مضادات اكسده. كويس. طيب هنخس ازاي؟ ده بقى اللي انا جاي اقوله النهارده. اول حاجه الكورس اللي معايا النهارده اللي هو كورس الانستيليوم بيخليني، اول حاجه الكشور استيليوم بتظبط لي معدل الحرق، بتعلي معدل الحرق جدا. فدي اول حاجه انا تلاشتها في مريض الغدة الدرقية. تاني حاجة هي بتديني إحساس بالشبع، فحتى أنا لو هاكل أنا هاكل كمية بسيطة. تالت حاجة هتظبط عملية التمثيل الغذائي وحركة الأمعاء في الجسم، ودي طبعا ما بتبقاش متظبطة بسبب خمول الغدة الدرقية. كويس جدا. طب هي لما تزودني معدل الحرق حتى لو من غير رياضة، لأن مريض الغدة الدرقية بيبقى عنده سمنة مفرطة، ما أنا مش هقدر أعمل رياضة عشان ما بوظت بقية المفاصل أو يحصل مشاكل تانية أنا في غنى عنها. تمام. فهبدأ لا أنا هديك الكورس الأول تخس، وبعد كده نبدأ إيه ننزل نعمل رياضة أو نشوف بقى إيه عندنا إيه تاني ممكن نعمله. تاني حاجة الماجيك بوكس. طب الماجيك بوكس ده عبارة عن الياف تفاح ومانجو افريقي وقهوه خضراء وجراسينيا. طب وظيفته ايه بقى المريض الغده الدرقيه؟ الجراسينيا فيها هيدروكسي ستريك اسيد، ده بيوقف الانزيم اللي بيشتغل في الجسم بيودي الدهون الزياده بيخليها تتراكم في الاماكن اللي احنا ما بنحبهاش. زي البطن والارداف وتناية الظهر واللغد وات ايفر بقى كانت بتتراكم فين او على طبيعه الجسم. كويس جدا. دي وظيفه الماجيك بوكس. يعني بما معناه كده ان هي بتشتغل على الدهون العنيده بالظبط اللي بتبقى في الاماكن لكن اللي بتضايقنا اكتر حاجه اللي هو أوكي. تلاقي الجسم كله نزل البطن الا الحته دي بتتسمى الدهون العنيده او الدهون الثلاثيه. هو بقى بيشتغل ان هو بيحول الدهون العنيده دي لدهون بسيطه تعرف تنزل، وبيمنع الدهون اللي داخله كمان انها تتخزن في الاماكن دي. دي وظيفه الماجيك بوكس. حلو جدا. مهم جدا اوقات، يعني ناس كتير بتقول ان انا يعني او بالذات اللي عندهم غده درقيه بيبتدوا في ان هم يتعالجوا، بس في نفس الوقت عايزين ينزلوا بشكل ملحوظ عشان يتشجعوا. وقف الغده بيسبب طبعا تراجع في الحرق، هل في حاجه في مكونات الانسيليوم بتساعد على الحرق؟ طبعا. التالت حاجه بقى اللي هو الفينيل اللي معانا ده قهوه خضراء. طب بيعمل ايه؟ القهوه الخضراء بالذات عن البن العادي فيها 80% تركيز زياده.
حلو. فبتعمل ايه؟ بتزود مضادات الاكسده. يعني انا بدخل مضادات اكسده، طب مضادات الاكسده بيعمل ايه؟ اي دكتور غده بيدي مضادات الاكسده عشان يقلل من مرض الهاشيموتو وعشان يحاول يسيطر على كسل الغده الدرقيه. هو ايه مرض الهاشيموتو ده؟ ده مرض مناعي، ان الغده الدرقيه الجسم بيهاجمها، فبتبدا تكون اجسام مضاده. حلو. فبتبدا يجي لها كسل والغده الدرقيه بتتعب. فحله الوحيد مضادات اكسده. كويس. اصل دايما بنسمع هاشيموتو دي في الافلام بس مش عارفين ان هي طبعا مصطلح علمي. ده 80% من امراض الغده الدرقيه هو الهاشيموتو. نادرا لما بيبقى وراثه او مرض خلقي او حاجه زي كده، لا هو الهاشيموتو دايما الجسم هو اللي بيهاجم الغده الدرقيه. طب ده ليه اسباب علميه؟ خالص. ده فجاه لوحده وملوش علاقه بسن؟ لا خالص، ملوش اي علاقه باي حاجه، بس بقى بتبقى حاله نفسيه. دايما الحاله النفسيه اصلا بتاثر على هرمونات الغده الدرقيه. يعني لو حد متضايق او لسه خارج من ازمه، الدكتور بيقول له احنا محتاجين نعمل تحليل غده درقيه. طيب حلو قوي. قلت لي مكونات الكورس يا دكتور ان احنا بناخد اللي هو الانسيليوم. كورس الانسيليوم عباره عن قرص. طيب ليه مواعيد محدده ناخده بكميات معينه؟ هل مثلا لو الشخص زاد يبقى يزود الجرعات؟ ايه بالظبط التفاصيل؟ حلو. لا هي الجرعه ثابته في كله. احنا عندنا الكورس 3 شهور. اول شهر بناخد قشور السيليوم اللي هي الكبسولات الانسيليوم دي اول يوم. ثاني يوم الماجيك بوكس، وهكذا بالتبادل لغايه ما نخلص اول شهرين. واحد واحد بالظبط. ثالث شهر بيجي بقى مسؤوليه القهوه الخضراء او البنين، ودي مسؤوله زياده معدل الحرق قوي وانها بتثبت الوزن. كويس جدا. هتقولي لي ازاي بتعمل الاثنين؟ يعني هي بتحافظ لي على حجم المعده اللي انا صغرته خلال الشهرين اللي فاتوا. حلو. فاحنا عندنا كورس كامل متكامل. انا هشبع، هزود معدل حرقي، هاخد مضادات اكسده عشان كمان ما اتعبش او شعري يقع او بشرتي يبقى باين فيها الشحوب او ملمس الجلد يبقى مش كويس. فانا معايا كورس هخس وهتعالج. حلو جدا. طيب قلتي لي يا دكتور احنا هناخد القشور السيليوم او القرص بتاع الانسيليوم، عباره عن قرص صغير صح كده، ليه كميه محدده من الميه؟ بنشرب بعديه 2 كوباية وبيبقى قبل الفطار بربع ساعه بس كده. بس كده ويشتغل بقى. هو هيشتغل بقى طول اليوم مع نفسه. هو امتداد الكورس لمده 3 ايام اصلا كمان من بعد ما اخد. بيعمل امتلاء في المعده بالزبط. فبيديني بقى احساس بالشبع. دايما بقول للناس لو احنا يعني في ناس بتقولي طب ما انا اروح اجيب قشور السليم دي من عند العطار. انا موافقه هاتيها. اولا الكميه اللي انت هتجيبيها عشان يعني مقارنه بحجم الكبسوله هتبقى كبيره قوي، احنا ضغطينها طبعا والكميه اللي فيها مناسبه. تاني حاجه، قشور السليم اول ما بتتحط في الميه 10 ثواني بالظبط وبتتجمد، بتعمل زي الجيلي كده. اوكي. فانا عشان كده باخدها كبسوله عشان هي اشرب وراها ميه فتنزل تعمل بالكي او تنفش كده في المعده فتديني احساس بالامتلاء. كويس جدا جدا. وبتفضل مدتها قد ايه في المعده؟ لمده 2-3 يومين. وبتخرج عادي جدا. امنه. حلو قوي. طيب الماجيك بوكس اللي هو عكسه بقى اليوم الثاني، ايه بقى الخطوات بتاعته؟ ولا اي حاجه، برده بناخد الكبسوله قبل الفطار بربع ساعه وبنشرب نفس 2 كوباية الميه. الميه بتظبط معدل حرق الجسم معايا. وكمان يعني قشور السليم اللي انا لسه واخداها بقى امبارح يعني هي بتمتص كميه الميه اللي موجوده في الجسم فبتديني دايما احساس بالعطش. حلو. بتبقى دايما عاوزه اشرب، وده كمان للناس اللي تقول لك انا ما بشربش ميه كتير. طب ما هو ده غلط، ما هو عشان كده معدل حرقك كمان دايما دكاتره التغذية بأول حاجة يقول لك عليها اشرب مية كتير جدا. بالظبط. لأن المية بتظبط معدل الحرق وهي اللي بتظبط عملية التمثيل الغذائي. كويس. وعملية الهضم كل ده. هيل. كل ده داخلة فيه المية. فاحنا هناخد قشور السليم نشبع، هناخد الماجيك بوكس ننحت جسمنا ونبقى تمام ونمنع تكون الدهون في الأماكن اللي بتضايقنا، الفينيل هنثبت الوزن. حلو قوي. طيب الكورس ده ينفع لمين وما ينفعش لمين؟ ينفع لكل الناس، لان انا زي ما قلت هو كله عباره عن اعشاب طبيعيه ملوش ليه من مرخص أدرار. من وزاره الصحه ده اكيد مرخص من وزاره الصحه. ودايما بقول للناس بلاش ناخد حاجه مجهوله المصدر. نسال، مش عيب ان احنا نسال عن التصريح، نسال هل ده امن ولا لا، في اي كيماويات ولا لا، لان انا بديه الاطفال. انا بديه الاطفال من سن 12-13 سنه. يعني امن على الاطفال. طبعا. وامن للناس أمين. الكبيره اللي عندها ضغط وسكر وغده درقيه وكل الامراض، انا ما عنديش فيه اي مشكله. ده بالعكس ده بيدخل معايا في العلاج. دايما بيتقال ان لما حد يبقى عنده مشكله او سكري مثلا، مرض السكري من النوع الثاني، الضغط احيانا،
في بعض الناس الغدة الدرقية لما الشخص ده بيخس أو السمنة دي بتنزل من جسمه فبنلاقي المرض اختفى. دي حقيقة. كورس ممكن يساعدنا ان احنا ممكن ننزل قد ايه تقريبا في الشهر؟ الكورس بصي على ده بقى كل واحد وشطارته. يعني في ناس بتنزل مثلا 20 كيلو. في ناس بتنزل 13، في ناس بتنزل 10، على حسب الالتزام، هل بيلتزم بالدايت اللي احنا بنديه ولا لا، هل بيلعبوا رياضه ولا لا، هل عندهم يعني الكورس ده بيبقى معاه دايت؟ طبعا احنا عندنا تظبيط اكل بقى ولا دايت دايت؟ لا يعني في ناس بتظبط اكل وفي ناس تقول لك لا انا مش عاوز احس ان انا عامل دايت. فببدا اديله وجبات طبيعيه جدا ووجبات يعني مثلا بصي احنا عندنا متابعه اصلا من فريق طبي متخصص. المتابعه بتكون على الارقام على الارقام اللي ظاهره كويس تمام. جدا. اول حاجه احنا بناخد الاسم والسن والطول والوزن وطبيعه الشغل وهل ست بيت ولا بنشتغل وطبيعه الشغل ايه، بنتحرك ولا قاعدين على مكتب كويس. لان كل واحد بيبقى ليه نظام مختلف عن التاني. ست البيت ليها اكل معين لانها ملزمه باللي هي بتعمله في البيت، اللي شغال بيبقى ملزمه اخلي له اكل من بره ينفع يتناسب مع الدايت بتاعنا. فاحنا الفريق الطبي بتاعنا وطبعا المتابعه فور فري في اي وقت وفي اي مكان، متابعه مجانيه والشحن كمان ببلاش في اي وقت وفي اي مكان كويس جدا. فاحنا بنتابع كل اسبوع بنغير نظام الدايت وعلى حسب طبيعه كل واحد. المتابعه مع الكورس بشكل مجاني، اطباء متخصصين هيتابعوا كل حاله واي حد عنده مشكله من اي نوع لازم يقولها. طبعا احنا بنسال هل في مرض يعني هل في تاريخ لمرض معين ولا لا. طبعا اللي بيبقى عنده السكر، اللي بيبقى عنده الغده الدرقيه، فبالناسب اللي هو نظام الدايت بتاعنا يبقى نظام صحي عشان كمان نعالج المرض ده مش بس الدواء كمان. يعني مش اللي ياخد الحاجات دي يعيش حياته. لا لا خالص، لا احنا وراهم، لا احنا وراهم وراهم برضو بيبقى فيه كميه او على الاقل الكميه اللي هتنزل لما الاناسيليم يملى معدتك تبقى كميه بسيطه، تبقى كميه بالزبط. بسيطه ومفيده لجسمك. ما انت برضو بتنزل بعد ما كنت بتنزل مثلا طبق كبير هتنزل 3 4 معايا حاجه صغيره. بالظبط. فمهم انها تكون مفيده قدر الامكان. طيب بيبدا الشخص يشعر بنتيجه امتى؟ يعني ممكن مثلا من اول اسبوع هلاقي نتيجه من الكورس؟ دي حقيقه، احنا من اول اسبوع بننزل من 3 ل 4 كيلو بس في الشهر، هو اللي بنحس بالمجمل قوي، يعني بنحس مثلا 10 15 كيلو. فلا انا نازل وزن كبير، بلس كمان ان في مشكله بتواجه بعض الناس اللي هو الترهلات، هيقول لك طب ما انا هخس ده كله. طبعًا. طب ما انا جسمي هيترهل، هضطر اروح لدكتور تاني عشان اعالج ده. لا احنا كمان في الكورس معانا كريم شد الترهلات، ده فيه شيا باتر وفيه كذا انجريدينت من اللي بيشدوا الجلد وبيمنعوا تكون الاسترتش مارك وبيحسنوا الالاستيستي كده بتاعه الجلد بتاعنا عشان ما يحصلش ترهلات. طب هيقول لك بشرتي، فاحنا كمان معانا كريم لشد البشره عشان ما يحصلش فيها شحوب او بتبقى صفراء او تحصل هالات سوداء او اي مشكله من المشاكل دي. ومعانا كمان الهديه الثالثه اللي هو فيتامين دي. احنا غير الكورسين عندنا خصم، يعني على الكورس الشهرين عندنا خصم 50% على الثلاث شهور 70%، وعندنا الثلاث هدايا دول بنختار منهم واحد. كويس جدا، يعني في زي مكملات كده للكورس. بالظبط، فيتامين دي كويس، كريم شد الترهلات بتاع الجسم وكريم شد البشره، وده مهم يعني نبتدي نحطه كده واحنا بنخس. واحنا بنخس عشان اول يوم الترهلات بقى انها تحصل. يعني اللي هو انا هخس، طبعا اللي بيخس 30 40 كيلو واللي بيخس 15 كيلو الجلد بيترهل بسهوله جدا. طبعا فبيبداوا ندخل في حاله اكتئاب ثانيه عشان صح. الجلد احنا شكلنا لا وحش فيه ترهلات، فانا بمنع ده كله. انا طبعا لو معاه رياضه هيبقى اكيد طبعا هيبقى احسن بكتير، حاجه اجمل بكتير. طب نشوف كده الحالات قبل وبعد خست عن طريق كورس الاناسيليوم. الحاله اللي واضحه معانا طبعا على الشاشه كان في حجم كبير، كان في من السمنه في منطقه البطن ودراعات خس قد ايه؟ خس تقريبا 20 كيلو 20 كيلو في شهرين ونص. كويس جدا. المتابعه طبعا بتبقى عن طريقكم، عن طريق الواتساب وهو قاعد. دايما الناس بتكسل انها تنزل تروح للدكتور او التكلفه الماديه، فاحنا جبنا لكم كل حاجه ببلاش واحنا قاعدين. برضو الحاله الثانيه اللي معانا خس 30 كيلو في 3 شهور. ده كل يعني ده كده بيتدلع، ال 30 كيلو في 3 شهور ده كده بيتدلع. لا طبعا ده رقم كبير جدا. دي حقيقه، بس لا احنا الكورس بتاعنا بيعمل اكتر من كده كمان، بس ده ناس مش ملتزمه اللي هي بتنزل مع اصحابها فبناكل جانك فود او بنسافر او بناكل حلويات او حاجه زي كده. لو حد جه منع حبايه من الكورس الاناسيليوم او وقف حاجه لمده يوم يومين، بتحصل بتعملي فيهم ايه؟ انا ما بعملش فيهم اي حاجه، بس بقول لهم ليه يعني ما دام احنا ماشيين صح فنكمل. انا عايزه بس اسال سؤال، يعني لو حد عمل كده فعلا هل ممكن يعني يرجع تاني من اول وجديد؟ خالص
ولا اكن حاجه حصلت. ليه بقى؟ لان دي اعشاب طبيعيه مش دواء فيه كيماويات، فلازم تتاخد بسلسال معين. أيوة. او بنظام معين أصوله. عشان لو فصلت انا كاني هبدا من الاول. لا خالص، هي اعشاب طبيعيه جدا. كاني بشرب شاي اخضر، يعني لو انا نسيته يوم هيحصل حاجه. خسر 40 كيلو في 3 شهور ونص، ده حد بقى من الابطال فعلا. يعني من اصحاب الاراده ما شاء الله. كمان الفكره ان الكرش ده بيجيب كم امراض ومشكلات، سواء بقى الجزء المبطون المحيط بالمنطقه دي، او امراض القلب بقى وتصلب الشرايين والسكر ودهون على الكبد ودهون على الكلى وحاجات كتيره. 85 و65 الاوزان كتيره جدا، وبنتكلم في مده قصيره قوي. طيب عايزين بقى نعرف التواصل معاكم بيكون ازاي بقى يا دكتور؟ اما على صفحتنا على الفيسبوك او على الارقام. باسم ايه على الصفحه على الفيسبوك؟ وان دايت او دايت لايف. كويس. بس يبعتوا مسج واحنا بنعمل الباقي كله. حلو قوي. في كمان واتساب تقريبا. في كل الارقام اللي ظاهره على الشاشه دلوقتي كلها فيها واتساب. احنا بنبعت بس مسج، واحنا فريق طبي احنا بنتصل كمان وبنتابع معاهم على رسائل الواتساب كل اسبوع. وزنت؟ طب خستنا قد ايه؟ طب عملنا ايه؟ وفي ناس كمان عايزه اقول لك بتبقى خارجه مثلا مع اصحابها في خروجه لطيفه كده، فتقولي انا قدامي اوبشن 1 2 3 اكل ايه. حلو قوي. فاحنا بنرد عليهم بسرعه جدا عشان نحاول اللي هو نحسس الناس احنا معاكم. الحقيقه زي ما بنقول ان مواقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا ليها بعض التاثيرات السلبيه، لكن من ضمن الحاجات الايجابيه الكتيره جدا اللي ليها فوائد هو التخسيس عن طريق الاونلاين او المتابعه عن طريق الاونلاين، واللي سهلت لناس كتير جدا سواء ماديا او حتى جسديا. الناس اللي عندها سمنه مفرطه، عندها مشاكل صحيه، بقى سهل جدا انها تتواصل مع المتخصصين عن طريق الاونلاين او السوشيال ميديا. نورتيني. شكرا ليكي. دكتور هبه حسام اخصائيه التغذيه العلاجيه نورتنا النهارده في طبيب البلد. شكرا. كل الشكر لحضراتكم مشاهدينا على المتابعه لطبيب البلد. خليكم معنا بعد الفاصل. حضراتكم مشاهدينا من جديد. لا حياء في العلم. كتير طبعا بنسمع الجملة دي، خاصة لما بيبقى فيه تخصصات بيكون حرج عند البعض، أو ما بيبقاش فيه جرأة للمريض إن هو يروح للدكتور المسؤول عشان يعرض عليه الحالة أو يشوف إيه أسبابها أو إيه طرق علاجها، إيه الحاجات المستحدثة الجديدة. النهاردة هنتكلم مع حضراتكم عن حاجة تخص السيدات، ومش بس السيدات، هي بتخص الاستقرار الأسري. ارتخاء المهبل هو من الحاجات اللي بتخص طبعا السيدات، واللي بتسبب العديد من المشكلات. ستات كتير بتعاني منه، خاصة اللي بيولدوا ولادة طبيعية. المرض ده مش بس بيأثر على العلاقة الزوجية وعلى زي قلنا كده الاستقرار الزوجي، ده كمان بيسبب مشاكل كتيرة جدا. هنعرفها مع حضراتكم ايه اسبابها، ايه اعراضها، ايه طرق العلاج الجديده، مع ضيفتي النهارده اللي منوراني في طبيب البلد دكتور رانيا السيد، استشاري ودكتوراه العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب القصر العيني جامعه القاهره. اهلا بيك يا دكتور. منورانا. ايه هو الارتخاء المهبلي؟ ده بيبقى ارتخاء في عضلات المهبل وعضلات جدار الحوض. تمام؟ كويس. طيب لما بيحصل ارتخاء في عضلات المهبل وعضلات جدار الحوض، احنا عندنا الارتخاء ده ممكن يكون الجدار الامامي فيأثر على المثانة، فممكن يؤدي لسلس بولي. ممكن يكون الجدار الخلفي فيؤدي، لو سبناه يؤدي لنزول المستقيم داخل المهبل. انتوا متخيلين خطورة الموضوع؟ عشان كده انا بأصر اعمل الحلقات دي، لانه الناس بيبقى فاكرين ايه بيجيلي مش عارفين ممكن يوصلوا لايه. لا، وبعدين ده طلب المرضى. يعني ده طلب المرضى. دكتورة رانيا اتكلمي، احنا حياتنا بتبوظ ومحتاجين نفهم ومحتاجين نعرف. فعشان كده لما بيجي تعليق لما بنبعت السكريبت فبقول لهم لا، ده الموضوع مهم. ايوه، والمرضى هي بتبقى فقرات مش شائعه بصراحه، بس هي بتحتاجها كل بيت. المرضى محتاجينها طبعاً، والموضوع كبير طبعا طبعا. الخلفي ممكن لو سبتيه يؤدي لنزول المستقيم داخل قناه المهبل. العنقي ممكن يبقى عنق الرحم ينزل داخل المهبل. الموضوع بقول لك يعني اعتقد ده الامه رهيبه. طبعا طبعا. والاصعب مرحله بقى اللي هي خلاص اخر جريد، اللي هو اصعب واحده، اللي هو الرحم كله يخرج بره قناه المهبل. وفي الحاله دي ما بيبقاش قدام، انا خلاص مش هينفع اتدخل انا كمان، ومش قدامنا غير الجراحه، وغالبا بيتم استئصال الرحم فيها.
يا خبر ابيض. طب ايه الاسباب اللي وصلتنا للمراحل دي؟ الاسباب بقى لازم نقول الحاجات دي يا جماعه انها زي ما انتم شايفين موضوع مرضي وما فيهوش اي حاجه يعني حرجه، لا الموضوع مرضي ولازم نبقى عارفين اسبابه ولازم نبقى عارفين طرق علاجه ونحمي نفسنا منه. كويس. اول حاجه طبعا الكومن طبعا اللي هي ممكن ولاده واحده بس تكون متعثره او حجم راس البيبي كانت كبيره فعملت تهتك وضعف شديد في العضلات. النقطه الثانيه من ضمن الاسباب برضو المشهوره طبعا الولادات المتكرره حمل الاشياء الثقيله. اي ست بتعاني من امساك مزمن لازم تتعالجي، لازم تشوفي حل، تاكلي بقى خضروات كتير، تروحي الدكتور جهاز هضمي، بس ما ينفعش يفضل عندك امساك كتير. بصي في برضو حاجه حابه اقولها، تكرار العلاقه الزوجيه بشكل عنيف وبشكل خاطئ زي الناس اللي بيبقوا مدمنين انواع معينه من المخدرات بشكل عنيف، معظم الحالات دي بيجي لهم ارتخاء وسقوط مهبلي. دي يعني حمل الاوزان الثقيله، فرحانه قوي بروح الجيم وبشيل تقيل. لا بيقال يا دكتور كمان انخفاض انتاج الكولاجين في الجسم بيؤدي الى الارتخاء المهبلي. بصي بقى دي معلومه انا حطها في سؤال مخصوص. احنا دلوقتي بنتكلم عن ارتخاء عضلات ومرض ممكن يؤدي زي ما قلنا لنزول سقوط المثانه وارتخاء مهبلي، ممكن يؤدي لسلس بولي. ده عايز. عضلات الكولاجين بيعمل ايه؟ ده بيعمل تماسك في الجلد، شد الجلد. جلد مالناش دعوه بالماسلز خالص، ما بنشتغلش يعني على العضلات. الموضوع ده غلط. تمام. لو عايزه تعملي تجميل اعملي ليزر. تمام. عندك ارتخاء مهبلي يبقى تعملي جلسات عضلات، يبقى جلسات علاج طبيعي للارتخاء المهبلي. حلو. هي مش منتشره ومش بتتعمل في اي مكان. بس يعني هو من التخصصات اللي انا بحب اساعد الناس فيها، اللي ما يعني ايه ما فيش ناس كتيره بيعالجوها متخصصه فيها. طبعا احنا قلنا من ضمن الحاجات انه ممكن يحصل سقوط رحمي وده يحرم السيده دي من فرص الانجاب. طبعا. طريقه العلاج كمان بقى يعني سهله جدا جدا. في كل الحالات ولا يعني ما وصلش لمرحله الجراحه؟ لو ما وصلش بصي اللي هو سقوط الرحم في المراحل كلها نقدر نعالج. كويس جدا. الا بقى لو خلاص الرحم او المستقيم خرج بره وشايفينه، دي خلاص بقت جراحه. في المراحل اللي قبل كده علاج العضلات بيكون افضل، لانه الناس اللي بيعملوا جراحه للاسف الجراحه دي فيها مشكلتين، ودكاتره الناس على فكره بيقولوا للمرضى المشكلتين دول. ان الالام بتاعتها مبرحه، الام مبرحه بتضايقها في كل حاجه في حياتها. والمشكله الثانيه ان انت خيطتي حاجه زي قماشه بس هي دايبه، فبترجع تفتح تاني. لان العضله نفسها هي اللي فيها المشكله. كويس جدا. فعشان كده احنا بنشتغل ازاي؟ الجلسه عباره عن ايه؟ انت بتشتغلي على عضلات الحوض وعلى عضلات المثانه وعلى عضلات المهبل من جوه بجهاز بيدخل جوه. تكرار الولادات يا دكتور. وللاسف وللاسف كمان انه حتى بعد ما يعني انا جالي حالات كمان بعد ما عملوا العمليه ورجعت معاهم تاني. كان عندي كذا حد يعني هي ممكن ترجع تاني. انا عندي حد من الستات، مع ان الموضوع حساس، عندي اتنين انا مش هقدر انساهم. وعندي طبعا ناس كتيره بحبهم كلهم والحمد لله ساعدناهم في حل المشكله. بس عندي اتنين انت بالرغم من ان الموضوع حساس قالوا لي يا دكتوره رانيا احنا هنصور معاكي فيديو. قلت لهم موافقين؟ قالوا لي يلا احنا اللي عايزين. انت حليتي مشكلة. طبعاً. انا لا كنت عارفه اعيش كزوجه طبعاً. ولا عارفه اصلي لاني البول بينزل مني وبيضايقني. صحيح. لانه في الاول بيبقى مع الكحه والعطس، وبعد كده مجرد ما بتزنق بتحس نفسها مش قادره تمسك نفسها، ممكن لحد دخول الحمام. يعني احنا ممكن نبدا من عدم من نقطه من تنقيط لحد ما نوصل لسلس بولي،
فمتخيلين صعوبه المشكله قد ايه؟ طبعا صعوبه المشكله انه لو الرحم خرج جزء كبير منه نحن ممكن نستأصله ونتحرم من الخلفه، يعني افساد العلاقه الزوجيه. يعني الموضوع مهم وكبير ولازم نتناوله كدكاتره، ولا حياء في العلم. واحنا انا بقولك لدرجه اتنين يعني دول انا يعني بحسهم ان هم يعني صدقه جاريه، هم يوصلوا رساله. ايوه صدقه جاريه. ايوه لا بسيط أنا وسهل وليه انا هقول حل. لاني اتعذبت كتير وفي حاله من ضمن الحالات بعد ما عمل في حالات طبعا بعد ما عملوا العمليه، بس طبعا الدكاتره بيبقوا معرفين ان هي حاجه بترجع تاني، بيحتاجوا يعملوا الجلسات. يعني برضو حتى لو حد عانى من المشكله دي وعمل العمليه يفضل بقى يعمل الجلسات، نرجع الحوض، نرجع عضلات الحوض زي ما هي، وعضله المهبل ترجع للانقباض الطبيعي زي ما هي. يعني في ناس ما شاء الله مش بترجع زي ما كانت، بترجع احسن من لما كانت. كويس جدا. طب يا دكتور لو في اعراض ما ظهرتش، يعني مثلا الست ولدت اكتر من مره وعندها مشكله في العلاقه الزوجيه لكن ما فيش اعراض زي اللي حضرتك قلتيها، ما احنا من ضمن الاعراض وجود مشكله في العلاقه الزوجيه. يعني حتى لو ما عندهاش السلس البولي او اتساع اثناء العلاقه او احساس او احساس بخروج هواء او اصوات، يعني ساعات بيحصل انحناء في القضيب داخل المهبل من كتر ما الدنيا العضله سايبه، فكل الحاجات دي ما دي ساينس، ما دي علامات ان انت عندك مشكله. هو انا لازم استنى لحد ما الرحم يطلع بره؟ ما احنا طالعين نقول للناس يا جماعه يحس بواحد او اثنين او ثلاثه، لو المشكله في العلاقه يبقى دي يبقى ده ارتخاء مهبلي. لو المشكله في تنقيط بول يبقى ده ارتخاء مهبلي. لو في عندك تقل وحاسه انه وجع وحاجه نازله يعني او بتنزل منك الحقيها. لو بتكحي او تعطسي لقيتي نفسك بداتي تنقطي الحقيها. احنا طالعين نقول للناس اللي عمل عمليه والاعراض رجعت تاني يفضل ان هو يجي يعمل جلسات نحافظ على عضلات الحوض وعضلات المهبل. بس دي الرساله اللي احنا يفضل احنا كل قد ايه مثلا نعمل حلقه دكتور. احنا كدكاتره مش طالعين نعمل حلقه اللي هو احنا يعني عايزين نوعي الناس طبعا. احنا دورنا طبعاً نوصل رساله نوعي الناس طبعاً. نقول للناس طرق العلاج. انا في اوقات الناس بتعرف ان مفيش علاج، يعني فتيجي انت عارفه انا ده الارتخاء المهبلي ده مثلا في حاجات كتير، ناس كتيره يعني بقول لك بيوصل لخراب بيوت. نفس القصه في حالات التشنج المهبلي، يعني في انقباض شديد في العضلات وصعوبه في العلاقه. ياما بيوت ربنا يا رب يعني جعلنا سبب ان هي تستقر ويكملوا. في ناس من دول كتيره من بره مصر بعتن لنا البيبيهات بتاعتهم والتوائم، بتبقى طبعا احساس حلو ان انت يعني مش بس بقى هنا بتعالج المشكله من جذورها. مش بس علاج، بنعالج المشكله من جذورها، لان المشكله اصلا عضلات، ارتخاء في عضلات. هو المرض اسمه ارتخاء في عضلات جدار المهبل وجدار الحوض. كويس جدا. طيب حضرتك احنا اتكلمنا عن الحلول الجراحيه اللي هي بقى انت وصلت لاخر مرحله. دي ما خلاص. حتى انا في مضاعفات للحلول الجراحيه دي، في مضاعفات بعدها. ما هي المشكله الوحيده في الموضوع ده زي ما بقول لك ان هي العمليه مؤلمه جدا، والدكتور بيقول لها ان هي من الحاجات اللي ممكن تفك. ايه هي بعدها. زي قماشه، بس خلاص هي عضله زي قماشه دايبه وانت بتحاولي تخيطي فيها، مش بعد كده هتفك. فهي هو نفس الاكزامبل ده، المثال ده على العضلات دي. فاحنا حتى لو حصل المضاعفات دي اللي هي بعد الجراحه، احنا بننصح الناس ان هم برضو يعملوا جلسات الارتخاء المهبلي ويحلوا المشكله من الاصل بتاعها، لان المشكله مشكله عضلات. كويس قوي. طيب المشكله دي بتلازم بعض الناس المتقدمه في العمر، الناس اللي كبرت وخلاص، يعني ايه بناته ما عندهاش كمان تغذيه سليمه؟ لا بناته بصي ممكن انا بشوفها توصل. بشوفها مع سيدات متجوزين جداد. يعني مش بقالهم كتير. وفي ساعات بتبقى اصلا حاجه وراثيه، طبيعه العضلات عندهم ضعيفه. في المكان ده هي يعني انا كان في حاله كانت بتقولي انا اصلا كده يا دكتوره من اول الجواز، بس طبعا مع العلاقه مع الخلفه الموضوع باظ خالص. طيب الناس اللي متقدمة في العمر حضرتك بتنصحيهم بإيه؟ هل برضو علشان مشكلة السلس البولي والمشاكل برضو الخاصة بدي أكيد بتضايق؟ تمام. إيه اللي احنا عندنا نوعين من الجلسات. لو المشكلة سلس بولي أو تبول لا إرادي، بنعمل على جدار الحوض والمثانة من بره.
لو عملنا القياس ولقينا لو انا بتكلم على كبار السن كويس ومش محتاجه ادخل جو دي هنا هنعمل 12 جلسه مش 3 بقى او 3 و3 هنا لازم نكمل كورس بيبقى 12 مره بيبقى على عضلات المثانه والحوض. لو حد واحده ست كبيره في السن مش هتستحمل الجهاز بتاع الانقباض المهبلي. انا في من ضمن الحالات برضو كانت حد جميل برضو يعني قالت لي انا ما بعملش حاجه لان انا كنت خلاص مش عارفه اصلي كنت بقعد اعيط لربنا لحد ما بفتح الموبايل لقيتك في فيديو طلعتي لي وبعدين خلصت الجلسات لقيتها جايه لي تقولي انا جايه بس اقول لك ان انا في كل سجده بدعي لك ان انت خليتيني عارفه اصلي لانه الميه بتقولي مش لاحقه الميه بتنزل مني بتنزل مني وكانت عامله الجلسات وبقت كويسه جدا وعملنا لها على فكره الاثنين اللي هي بتاعت المثانه وعملنا لها المثانه والحوض وبتاعت الانقباض العضله من جوه كمان وجات لي مخصوص بعدها قالت لي انا جايه بس اشكرك واقول لك ان انا ما فيش سجده في صلاتي مش بتايهك فيها. يعني ان حد يوصل لمرحله ان هو بيبقى عايز نجده كده بيبقى في مراحل كده في حياتك من بعض الامراض اللي كمان بتكون فيها احراج يعني مش قادر تقول لمين او مش عارف تروح فين. لا يا جماعه الحقيقه في العلم واللي عنده مشكله زي ما بنروح لدكتور امراض النساء لو في حاجه متعلقه برضو بامراض النساء في تخصص تاني ما بنروح ما يعني لازم نكسر الحاجز ده يعني انا هقولها في التصوير عايز يعني مكالمه الصبح اصل الموضوع ايه يا جماعه ده الموضوع كارثه ده سلس بولي وممكن سقوط رحم وممكن طبعاً نوصل لاستئصال رحم طبعاً الموضوع كبير طبعاً يعني احنا واحنا حريصين في حقيقه في طبيب البلد ان احنا نكون مع حضراتكم متنوعين يعني كل حاجه ممكن حد بيتفرج علينا بيعاني منها شخص حتى يعرفه فمهم قوي ان احنا نبقى يعني لمين كل المواضيع الخاصه بالعلم والكم الكبير من التطور التكنولوجي فيه. طيب بيقال يا دكتور ان برضو من اسباب المشاكل دي الخاصه بالارتخاء المهبلي السمنه والتغذيه الخاطئه، التغذيه السيئه. ممكن سمنه البطن بالذات نسميها السنترال اوبستي. سمنه البطن بالذات ممكن تكون من الاسباب. عايزه انوه بقى على حاجه احنا اتكلمنا عن الارتخاء المهبلي المشكله دي انوه على حاجه بس في الاخر التبول اللا ارادي الليلي للاولاد الصغيرين لحد 6 سنين يعني هو المفروض الجهاز العصبي وخلاص بنبقى ماتيور 3 سنين هنديله سنه او 2 5 سنين ماكسيمم 6 سنين لو في تبول لا ارادي ليلي ده برضو بنعمل عليه جلسات بتبقى على المثانه وعلى الحوض والمشكله بتروح نهائي كل ما نعالج الولد او البنت دي في سن صغير كل ما احنا وصلنا لنتائج افضل في ناس كل ما احنا وصلنا لمراحل المراهقه عشان هم برضو من الحاجات اللي ودي بتخلينا ناخد وقت اطول طبعا كل ما هو جاي لي صغير كل ما استجابته كانت اسرع واحسن وعضلاته تستجيب احسن يعني في بنات بتجيلي قبل الفرح ب3 ايام تقول لي يعني حقيقي مش قصدي 3 ايام بس يعني إيه؟ يعني مده قصيره فمش لازم نستنى لما هنبقى نتجوز لا مجرد انه في عندي تبول لا ارادي ليلي برضو الحق نفسي احنا كده اتكلمنا في الجزء الخاص بالسيدات والجزء الخاص بالبنات والولاد اللي عندهم تبول لا ارادي. بشكرك جدا نورتينا وشكرا جدا على الموضوع ده وعايزين كده دايما يعني نعرض مع حضراتكم مواضيع بتخصكم بتخص اولادنا بتخص الاستقرار الاسري بتخص حياتنا بتخص حيائنا اوقات اللي احنا بنكون محرجين ان احنا نعرض الموضوع ده حتى على اقرب الناس لينا. شكرا جدا نورتينا النهارده في طبيب البلد دكتور رانيا السيد استشاري ودكتوراه العلاج الطبيعي لامراض المخ والاعصاب القصر العيني جامعه القاهره. شكرا ليكي. كل الشكر لحضراتكم مشاهدينا متابعين معاكم لكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية. فقرتنا هنتكلم فيها عن العلاقة الأسرية أو علاقة الزوج بالزوجة من أكتر المواضيع المعقدة والحساسة الحقيقة اللي كتير من الرجال بالتحديد بيبقى فيه بعض الإحراج إن هو ما بيقدرش إن هو يعبر عنها أو يتكلم فيها وبيلجأ في الحقيقة مؤخرا إلى الطبيب
المختص. النهارده نتعرف مع حضراتكم على كثير من التفاصيل اللي بتخص مشاكل العلاقه الخاصه بين الزوجين. مع ضيفني النهارده اللي منورني في طبيب البلد الاستاذ الدكتور صلاح زيدان، استاذ ورئيس قسم المسالك البوليه والتناسليه بكليه طب بنات جامعه الازهر، واستشاري امراض الذكوره والعقم والضعف الجنسي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك. منورنا في طبيب البلد. الحقيقه جمعنا مع حضرتك كده مجموعه من التساؤلات، واللي محتاجة بشكل كبير جدا ان احنا يعني نعرضها ونقول الاجوبة بتاعتها، خاصة ان هي جايلنا طبعا عن مشاكل العلاقة الخاصة بين الزوجين. في البداية كده ممكن ابدأ مع حضرتك بمحمد، بيقول انا سني 45 سنة وعندي مشكلة في العلاقة الخاصة مع زوجتي، وده اللي مؤدي الى خلافات كتيرة جدا وقد تؤدي الى الانفصال، اعمل ايه؟ هو طبعا مشكلة الخلافات الزوجية أو خصوصا في العلاقة الخاصة ما بين الزوجين، يعني ممكن أو ما بنسميه حاجة اسمها الضعف الجنسي. الضعف الجنسي ده بنسميه، يعني هو مصطلح عام، مش مصطلح، يعني هو برضو الكلام أو السؤال بتاعه عام شوية. يعني احنا المفروض نعرف طبيعة المشكلة ايه بالظبط عشان نقدر نعالج. هو محرج بزيادة. هو طبعا موضوع الضعف الجنسي هو مش كلمة ضعف جنسي، لا، هي كلمة عامة تحت منها حاجة اسمها ضعف الانتصاب، تحت منها حاجة اسمها ضعف الرغبة الجنسية، حاجة اسمها مشاكل القصف، سواء سرعة قصف أو قصف مدمم أو قصف مرتجع، أو ممكن يكون بعض الناس عندهم مشاكل مفيش قصف أصلا. فطبعا دي كلها مشاكل، يعني دي كلها مشاكل ما بين الزوجين. فالضعف الانتصاب هو عدم القدرة على الحفاظ على الانتصاب، هو أصلا ما عندوش قدرة على الانتصاب، أو ما عندوش قدرة على الحفاظ على الانتصاب. كويس. او ممكن يكون مشكله عنده في ان هو عنده سرعه قصف، وبالتالي بيترجم ده ان هو عنده مشكله في ضعف الانتصاب. يعني احنا دورنا كدكتور لما بنقعد مع المريض، وكمان المفروض نقعد معاه هو والزوجه، مش هو لوحده، ان هو ممكن يقول لك مثلا او يقول لنا مثلا حاجات معينه، ونتفاجأ ان الزوجه لما بنقعد معاها بيبقى طبيعه مختلفه تماما. فطبعا دي حاجه ممكن تؤدي طبعا للانفصال ما بين الزوجين، فعشان كده لازم ندور على حل. الحل طبعا ان احنا بنبدا بمعرفه السبب. اول حاجه السبب ده بنعرفه ان احنا بنقعد ناخد تاريخ مرضي، طبيعه العلاقه مع الزوجه، هل في العلاقه قبل كده كانت ازاي ودلوقتي فيها مشاكل ولا مفيش. المريض بياخد ادويه لضعف الانتصاب ولا بياخدش، المريض مدخن، بيتناول ادويه معينه، عنده مشاكل في القلب، عنده مشاكل زي السكر، لازم نفهم طبيعه المرض اصلا. بالظبط. تاني حاجه بنشخص، هو المشكله عنده ضعف رغبه جنسيه، في بعض الناس بيبقى عندهم خلل هرموني، فعنده نقص في هرمون الذكوره او عنده زياده في هرمون البرولاكتين، وبالتالي ده طبعا بيتعرف بالفحوصات. ممكن يحتاج اشعه اسمها اشعه الدوبلر على العضو الذكري، فبنعرف هل فعلا عنده تسريب وريدي، عنده مشكله في الشرايين بتاعه العضو ولا لا. كل دي طبعا بيندرج ان احنا نقدر نعالج. اللي انا عايز اقوله ان احنا مصطلح ان هو في مشكله ما بين العلاقه ده مصطلح عام. تمام. لازم نخصص. لازم نبقى مخصصين شويه. صحيح. نعرف ايه طبيعه العلاقه، هل قد يكون مشاكل خلافات يوميه، مشاحنات نفسيه، وده بيأثر طبعا على طبيعه العلاقه. يعني المشاحنات دي نفسها بتأثر على العلاقه، بتأثر طبعاً على جو البيت، بتأثر على الابناء طبعا. طبعا. طيب سؤال اخر بيقول اعاني من مشاكل في البروستاتا، مشاكل في التبول، سني 35 سنه، هل ده بيؤدي في مشاكل في العلاقه الخاصه مع زوجتي؟ طبعا ده سؤال مهم. الحقيقه طبعا مشكله البروستاتا في سن الشباب من الحاجات المؤرقه جدا. ممكن هو يكون عنده مشكله، الم شديد جدا تحت العانه، الم ما بين الخصيه وفتحه الشرج، الم في راس العضو نفسه، طبعا البول نفسه ضعيف، حرقان، دخول حمام باستمرار، عنده الم شديد جدا، ودي من الحاجات اللي احنا بنقابلها بنسميها كرونيك بروستايتس، يعني التهاب مزمن في البروستاتا. طيب هل ده علاجه سهل؟ علاجه سهل، بس مشكلته علاجه طويل شويه، بياخد وقت طويل جدا. هل ده بيأثر على العلاقه؟ طبعا ممكن يأثر على العلاقه، لان هو طبعا عنده الم شديد. ممكن في بعض الناس عندهم حرقان اثناء العلاقه واثناء القصف. فالحرقان الشديد ده او الالم الشديد ده بيأثر، بيخليه ينفر من العلاقه، بيخليه يبعد عن العلاقه اصلا، بيتجنبها، ممكن اصلا ما يجيلوش رغبه، ما بيكملش علاقه مع الزوجه، الزوجه نفسها بتبدا تتضايق، بيبدا طبعا بتصاب باحتقان في الاعضاء التناسليه، وده طبعا بيخلي الاثنين ينفروا من العلاقه. فطبعا التهاب البروستاتا هو لازم نشخصه. ده طبعا ليه تحاليل معينه، ليه اشعاعات معينه، لازم نعرف هل فعلا ده سبب بروستاتا ولا لا. فلو في سبب في البروستاتا لازم نعالجه، ان هو لو فضل معاه طبعا هو مش حاجه خطر ان هو ممكن يقلب بسرطانات او يقلب باورام، لا، هو مرض بس بيأثر على العلاقه، بيأثر على طبيعه شغله. بعض الناس قاعد في المكتب، واحد مثلا عنده عايز يقول شو عايز يدخل حمام مش قادر، نازل من البيت ورايح الشغل،
ليه كل دقيقه داخل حمام خارج من الحمام، خايف مثلا يجيله الحاح في البول او يجيله زنقه بول وهو مثلا راكب عربيته او راكب مواصله. فطبعا ده مع الوقت فعلا قد يؤثر على العلاقه الجنسيه، ده اكيد يعني. علاجات البروستاتا يا دكتور تطورت بشكل كبير جدا، برضو ندي كده يعني مقدمه سريعه. علاجات البروستاتا طبعا فعلا الحقيقه تطورت في السن الصغير، معظمها علاجات ادويه، بيبقى حاجه اسمها مضادات، طبعا مضادات حيويه حسب المزرعه اللي بتخرج بعد بعض التحليلات. في حاجه اسمها الالفا بلوكرز او حاجات بتساعد على تدفق البول، في بعض الادويه اللي بتثبط المثانه شويه. حاليا بقى في السن الكبير في حاجات كتيره ظهرت، حاجه زي التبخير، حاجه اسمها الليزر، حاجه اسمها الريزوم. ده الريزوم طبعا ده برضو عمل طفره كبيره جدا كويس. في بعض الناس ما كانش طبعا بيبقى سنه كبير جدا مش قادر يعمل عمليه، الدكتور التخدير قال له انت مش قادر تعمل عمليه، فبالتالي بيركب قسطره، القسطره دي بتفضل معاه فتره طويله جدا. لا دلوقتي بنقدر نقول ان احنا المريض ده ممكن بعلاج موضعي بحقن، يعني بتخدير موضعي مش تخدير لا نصفي ولا كلي، ممكن جدا. تخدير موضعي العمليه لا تستغرق 10 دقائق، بنعمل حاجه اسمها حقن لبخار الميه داخل انسجه البروستاتا، ده مع الوقت بيخلي البروستاتا نفسها حجمها يقل، وبالتالي المريض ممكن يتبول بعد كده. دول كان الناس ما كانش ليهم امل. بعض الناس اللي عندهم مثلا مشاكل في القلب وعنده سيوله في الدم برضه مش هيقدر يعمل عمليه، لا ده بنقدر نعمل له حاجه اسمها التبخير، او سواء بالبلازما او بالليزر. المريض ده كنا بنخاف ان هو ينزف اثناء العمليه، فكنا مع المنظار العادي او مع الطرق الجراحيه طبعا دي كانت بتعمل مشاكل كبيره جدا. لا دلوقتي بقدر اقول ان المريض ده يقدر يعمل عمليه، وهو كمان بياخد ادويه السيوله، ما عندناش كويس جدا اي مشاكل خالص يعني. طيب عندنا ايضا سؤال يا دكتور بيقول اعاني من صغر في حجم الاعضاء التناسليه، اخاف من الزواج لعدم الاحراج، بما تنصحني؟ هو الحقيقه طبعا السؤال ده مهم قوي، لان فعلا في العيادات بتاعتنا كل يوم بيجي لي مريض بيعاني من صغر حجم الاعضاء التناسليه، يمكن تقريبا كمان على الرسائل على الواتس على الفيسبوك، دكتور عايز تكبير العضو، دكتور عايز مش عارف كريمات، وحاجة عارفة طبعا الحاجات بقى على النت كل يوم طبعًا. كريم مش عارف مرخصة ايه، كريمات مش عارف ايه طبعا، ادوية راس مش عارف ايه، الحاجات دي طبعا خطر جدا، خطر طبعًا. جدا ان هو بياخدها ومش عارف هو ايه بالظبط طبعا. مشكلة الناس دول بيبقى عندهم صغر في حجم الاعضاء التناسلية، هو الحقيقة ليه كذا سبب، ممكن يكون حقيقي يعني هو يكون فعلا المريض ده عنده صغر في حجم الاعضاء التناسلية، وده طبعا بنكتشفه من ساعة الطفولة، يعني دور الام برضو انها تاخد بالها من طفلها وتراقبه، هل فعلا هو عنده صغر في حجم الاعضاء التناسليه ولا لا، صغر في حجم الخصيه ولا لا، يعني ده بيوتر الاهل، بيوتر الاب والام. طب ولما تعرف من بدري ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعالجه بدري، يعني ممكن يعني يعالج بدري علاج. لان هو بعض الناس بيدخل يجي يدخل في مرحله سن البلوغ وعنده مشكله في صغر حجم الاعضاء التناسليه ويحصل البلوغ متاخر، وممكن ما يحصلش بلوغ اصلا، فده بيأثر على الانجاب. فطبعا ده قد يكون حقيقي، يعني هو فعلا عنده مشكله صغر، او عنده مثلا النمو بتاعه متاخر، او عنده البلوغ متاخر، او عنده الخصيه حجمها صغير، فده كويس. بنسميه حقيقي. في بعض الناس يكون ظاهري يعني هو طبيعي جدا ما عندوش اي مشكله، بس حجم العضو لما الام تشوفه او الشخص نفسه يشوفه او سن الشباب او كده يحس ان الحجم صغر، يقول مثلا كان كويس وصغر. طبعا ده مهم جدا. بعض الناس بيبقى عنده دهون شديده جدا في منطقه العانه، فالدهون دي بيحصل بنسميه بارد بينس، يعني العضو نفسه بيدخل جوه الدهون فبيبقى في جزء كبير جدا من العضو مختفي. ده طبعا بيعمل يعني قلق للشخص، وفي نفس الوقت هو بيتهيأله ان ده بدا ياثر على العلاقه. وممكن بعض الناس يكون وهمي، هو كويس جدا ما عندوش اي مشكله، بس عنده هاجس نفسي ان الحجم العضو بتاعه صغير، عنده مشكله كبيره جدا. فيجي بعض الناس ما بيرضاش يتجوز، بيخاف من قبل الموضوع ده، يعني انا بصراحه بشوف الموضوع ده مهم جدا، لان هو بيبعد عن الجواز، بيخاف يقول لا انا هحرج نفسي، هيبقى في مشكله مع الزوجه. هو الفكره احنا كحجم ما فيش منه مشكله، لكن العبره ان هو يكون في انتصاب، فطالما في انتصاب فبالتالي ما فيش مشكله تمام. فلازم دور الدكتور اللي هو يعني يعرف بقى هل ده فعلا حقيقي عنده مشكله خلل هرموني ولا لا تمام، ويبدا يعالجه. هل ده ظاهري يعني هو فعلا عنده العضو المدفون ولا لا، بنسميه العضو المدفون او العضو المدفون سواء في الاطفال او كبار السن، او فعلا عنده وهمي، لان يعني بلاقي ناس بتوصل لسن الخمسين سنه ولسه ما اتجوزش وهو عنده هاجس نفسي، هو طبيعي ما عندوش اي مشكله. طيب البدائل بقى، يعني بدل ما الشخص ده يلجا للنت او يلجا من شخص لشخص وهكذا يعني زي ما هو مشاع، ايه البدائل الموضوع؟ يروح للدكتور، ده لازم يروح للدكتور بتاعه. الام دورها ان هي تاخد طفلها، بيبقى في اختلاف، هل في اختلاف ما بينها وبين اخوه،
شكل العضو نفسه مختلف ولا لا، هل الطفل ده عنده سمنه ولا ما عندوش سمنه، الشخص نفسه اللي هو عنده مشكله وحاسس عنده خجل، فبالتالي ما بيقدرش هو يواجه المشكله. كل ده ليه علاجات يعني طبعًا، على حسب كل ده علاج حسب بقى الحاله، دور ان انا اشخص الحاله. كويس جدا. نتكلم برضو مع حضرتك عن دوالي الخصيه، برضو عندنا سؤال، شخص متزوج عنده دوالي في الخصيه وبتؤثر على العلاقه الزوجيه وعامله له مشاكل في العلاقه، طيب ايه الحل؟ دوالي الخصيه زي ما حضرتك قلتي هي او يعني هي عباره عن تمدد في انسجه الخصيه. بنكتشفها ازاي؟ بنكتشفها ان المريض ممكن يكون عنده تغير في شكل الخصيه، شكل الخصيه نفسه مختلف سواء في الاطفال او الكبار. ممكن يكون عنده مشكله في الانجاب، احيانا من ضمن الحاجات من اشهر الاسباب اللي هي قد تؤثر على الانجاب هي دوالي الخصيه، من اشهر الحاجات اللي ممكن نعالجها. كويس جدا. طرق العلاج بقت سهله دلوقتي، اكتر حاجه حاليا اسمها يعني الجراحه الميكروسكوبيه، دي اكتر حاجه بنعالجها بالجراحه الميكروسكوبيه. الفكره بقى السؤال بتاع حضرتك هو بيأثر على العلاقه الزوجيه ولا لا؟ الناس كتير جدا بتعتقد ان دوالي الخصيه ليها علاقه بالعلاقه الزوجيه، لا هو طبعا الدوالي مالهاش علاقه نهائي بتأثر على الانتصاب، هي بتؤثر على الانجاب. تمام. لكن مالهاش علاقه مباشره بموضوع ضعف الانتصاب او الضعف الجنسي عموما. ليها دور في موضوع الانجاب لانها بتاثر على العدد، ممكن تاثر على الحركه بتاعت الحيوانات المنويه، ممكن تؤدي الى حدوث تشوهات. في ناس كتير جدا بتربط وجود الدوالي بضعف الانتصاب، هي في بعض الابحاث قالت الكلام ده لكن ان هو لم يثبت علميا، لكن ما فيش علاقه مباشره ما بين الدوالي وضعف الانتصاب، لكن في بعض الحالات المتاخره يعني بعض الناس مثلا عنده دوالي واهملها وسابها لسنين، فبدات الدوالي تاثر على الخصيه وبدات تعمل ضمور في الخصيه. فطبعا الخصية دي هي المصنع اللي بيطلع هرمون الذكورة، فبالتالي قد يؤثر على الرغبة الجنسية، قد يؤدي إلى ضعف الانتصاب. لكن الدوالي ما لهاش علاقة مباشرة بموضوع العلاقة الزوجية أو موضوع ضعف الانتصاب. كويس جدا، بس مهم جدا إنك يعني تتجه إلى الطبيب عشان تعرف إيه مشكلتك بالظبط، عشان طبعا علاجات الدوالي ما بقتش فيه أسهل منها في الحقيقة دلوقتي. طيب تناول أدوية الاكتئاب وأدوية الصرع، هل ليها مشاكل على القدرة الجنسية؟ هي طبعا من الحاجات اللي بتأثر، دي فعلا برضو من الحاجات اللي بنقابلها كتير قوي في العيادة، بتلاقي مريض عنده مشكلة، هو عنده بيروح دكتور نفساني بياخد أدوية اكتئاب، هو ممكن من نفسه بيروح الصيدلية بياخد أدوية، بيقول لك أنا عندي اكتئاب، أنا متضايق، أنا كذا أنا كذا، بياخد أدوية. ودي طبعا دي خطر جدا، مع الوقت الأدوية دي أحيانا قد تؤدي، عايز أقول لحضرتك المشاكل الضعف الجنسي بأنواعه، ممكن تؤدي إلى عدم الرغبة الجنسية. هو نفسه عنده اكتئاب بياخد الادويه، الادويه دي بتعمل مشاكل على المزاج او بتاثر على المخ احيانا، فدي تؤدي الى ضعف الرغبه الجنسيه، ونعمل تحاليل ونعمل فحوصات للمريض ويلاقي هرموناته كويسه، هرمون الذكوره بتاعه كويس، هرمون البرولاكتين او هرمون اللبن بتاعه كويس، ما عندوش مشكله، ونفاجئ ان الدواء ده نفسه هو اللي عامل مشكله. في بعض الناس بتتناول ادويه اكتئاب لعلاج سرعه القصف، هو مش عارف الجرعه كام، ومش عارف الادويه كام، او مش عارف هي بتتاخد بطريقه ازاي، فبالتالي ده مع الوقت ده قد يضعف الانتصاب او قد يؤدي الى ضعف الانتصاب. فبالتالي جزئيه ان احنا يعني لازم انا مع الدكتور اقول له الادويه باخد ايه والجرعه باخدها ازاي وراجعها برضه مع دكتور يعني النفسيه. يعني مهم مجرد ما يشعر ان في خلل او في اي مشكله في العلاقه الخاصه مع زوجته انه لازم يلجا لطبيب متخصص. مظبوط، عشان على الاقل يظبط الجرعه مع دكتور النفسيه او دكتور اللي هو واخدها عن طريق دكتور معين. ممكن تكون هي اللي مأثره وعامله ضعف الانتصاب او ضعف الرغبه الجنسيه. كويس جدا. طيب عملت اشعه وطلع في تسريب وريد، اعمل ايه؟ هو طبعا كلمه تسريب وريدي دي يعني بقى مصطلح شائع قوي دلوقتي. كلمه تسريب وريدي يعني مجازا كده انا بقصد بيها موضوع ضعف الانتصاب. هو ده حاجه اللي هو التشخيص نفسه. تمام. المريض لما يكون عنده مشكله سواء في ضعف الانتصاب او ضعف الرغبه احيانا بنحتاج نعمل اشعه معينه. الاشعه دي اسمها البينايل دوبلر او اشعه دوبلر على العضو الذكري. الاشعه دي ممكن الاقي فيها مشكله في ضخ الدم، يعني هو الطبيعي ان في ضخ دم بيحصل في الانسجه الكافيه. والدم بيرجع في الوريد. فاحيانا ما بيحصلش ضغط على الوريد كويس، فبالتالي الاشعه بتطلع ان في حاجه اسمها تسريب وريدي. فالمريض لما بيقول له تسريب وريدي بيبدا طبعا يتخض ويقول طبعا تسريب وريدي، لا هو التسريب وريدي طبعا ليه علاج. ليه علاج طبعا حسب درجاته، يعني في درجه بسيطه، في درجه متوسطه، في درجه كبيره. الدرجه المتوسطه احيانا بتستجيب للعلاج والمريض بيتحسن جدا وبيبقى كويس. الدرجه المتوسطه احيانا بنلجا لبعض الادويه مع حاجه اسمها العلاج بالموجات التصادميه. زي ما اتكلمنا برضه في حالات قبل كده قلنا ممكن حقن البلازما. احيانا المريض بيحتاج الى دعامه. فالتسريب الوريدي اصبح مرض له علاج، يعني زمان كنا بياخد علاجات كده ما فيش طرق جراحيه. أيوه. لا الحل الامثل حاليا
حاجه اسمها الدعام. جراحات الميكروسكوب سهلت بشكل كبير جدا في قطاع الامراض الذكوره بالتحديد يا دكتور، لان تطوراتها كبيره قوي وسريعه وبقت سهله. جراحات اليوم الواحد زي ما بيقولوا ما بقتش حتى الشكل الجراحي اللي يخض او اللي يخلي الشخص اللي عنده مشكله ما يعملش اقدام على الخطوه. الجراحات الميكروسكوبيه عايز اقول لحضرتك موجود الميكروسكوب في مجال الذكوره من الحاجات المهمه جدا. ميكروسكوب ممكن نستعمله في جراحات الدوالي الخصيه، ودي من انجح العمليات الموجوده حاليا. كويس قوي. الميكروسكوب ممكن نستعمله في ان انا اعمل استخلاص حيوانات منويه او تفتيش على حيوانات منويه من الخصيه. كويس. الميكروسكوب ممكن استعمله ان انا اعمل حاجه اسمها توصيل الحبل المنوي. يعني بعض الناس كده بيبقى عندهم مشاكل انسداد في الحبل المنوي، فبقدر انا عن طريق الميكروسكوب او استخدام الميكروسكوب ان انا اعمل توصيل للحبل المنوي. فطبعا الميكروسكوب لا اصبح مهم، ممكن دلوقتي حاجات اللي هي يعني، وده بيساعد في ان مثلا واحد عنده دوالي لما انا اعملها بتقنيه الميكروسكوب فرصه رجوع الدوالي نفسها بتقل، ما بتبقاش زي الطرق العاديه او الطرق الجراحيه العاديه. كويس قوي. فالميكروسكوب طبعا لا مهم جدا في المجال بتاعنا. تمام، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل المهمه جدا اتكلمنا فيها عن الوعي الكبير عشان ما نوصلش الى مرحله الانفصال او الاسره مهدده انها يبقى فيها مشاكل او ما الى ذلك بسبب طبعا يعني المشاكل في العلاقه الزوجيه. مهم قوي ان احنا يعني نعرف نتجه لمين عشان يبقى عندنا وعي بكل المشاكل زي كده ما عرضنا مع حضراتكم. جزيل الشكر لحضرتك، نورتنا النهارده في طبيب البلد الاستاذ الدكتور صلاح زيدان، استاذ ورئيس قسم المسالك البوليه والتناسليه بكليه طب بنات جامعه الازهر واستشاري امراض الذكوره والعقم والضعف الجنسي، كان طبيب البلد معنا النهارده. شكرا. كل الشكر لحضراتكم مشاهدينا على المتابعه لطبيب البلد، دايما معاكم بكل جديد ان شاء الله.